اهلا بكم. اليوم موعدنا مع المعلم خالد اللي ألف مجموعه من الكتب بخصوص توثيق وتدوين تراث الزخرفه في البناء المغربي. يلا نكتشفوا جميع. المعلم خالد ما كيعتمدش غير على الجوده والاتقان في الحرفه ديالو فقط، بل استطاع انه يتوج النقش وزخرفه الخشب بتوثيقها وتعليمها لصناع كثار من خلال تاليف مجموعه من الكتب اللي كتعطي قيمه مضافه للصناعه التقليديه. وعليكم السلام، مرحبا بك لاله. الحمد لله، الله يبارك فيك. مرحبا، جينا اليوم تعرفوا على الحرفه ديالك. هلا مرحبا بكم، نهار كبير هذا، ومرحبا بكم، تفضلوا. المعلم كيحمل مشعل هذه الحرفه وكيعتبرها واجهه من اوجه الثقافه المغربيه اللي كتمثل حضارتنا في كل البلدان. الحرفة ديالنا هي حرفة كتعتبر من التراث، يعني واحد الحرفة اللي كتمثل المغرب على الواجهة الخارجية، ألا وهو النقوش والطبيع والزواق على الخشب اللي كيكون خارج المغرب وداخل المغرب، اللي كنعتبروه سفير الصناعة التقليدية عبر العالم. كنوجدوه في المساجد خارج المغرب، كنوجدوه في قصور خارج المغرب، كنوجدوه في فنادق فخمة وفي منازل. اليوم احنا كنشتغلوا على سقوف، وخاصة سقف كبير اللي كيت فيه ثلاثة ديال المحطات أساسية. المادة الأولى ألا وهي المقربص، المقربص اللي هو تاريخي وبجوج ديال الألوان، خشب أبيض وخشب أحمر، وكذلك فوق منه كنوجدو الميالو ضدو بالجايزة بشكل يعني كنقولو ما بين القديم والحديث، كيجمع ما بيناتهم، وكيجي فوق منهم كيتحط البساط اللي فيه خمسة ديال الناعورات كبار، واللي نتوما غادي تشوفوه الآن كي كنشتغلوا فيه، وغادي تشوفوه جاهز إن شاء الله. هاد الصناعة التقليدية أو لهاد الفن ديال الصناعة التقليدية، أن الإنسان إلا بغا خصو يبغي بواحد العشق متصوف، لأنه إلا حب المهنة يمكن داك المهنة دي تعطيه وهو كذلك دي يعطيها.